FM. الكلمة ليك. أنا جوستومون كنا نرجعوا للحاجة القديمة. اليوم جماعة الترافيك ولاو يضربوا بالكرتوش على الجيش، والبارح ثم قتلة منهم هما من الترابندو، جماعة الترابندو وغيره. وسمعتوا أنه رئاسة الحكومة باش تعمل في قانون المالية نتاع 2016 إجراءات كبيرة فيما يخص إصلاح الديوان. شنو رأيكم أنتم كنقابة في هذا؟ والله إحنا كنقابة ساعة إحنا مغيبين، جبنا على الإصلاحات هذه جملة مانيش حاضرين فيها. والحاجة اللي نحب نقولها أنا اليوم من هنا سي سفيان، الهيكلة مش هم يقولوا الهيكلة متاع إدارة الديوانة، هل يعقل الهيكلة متاع إدارة الديوانة ما يشاركوش فيها ناس إطارات مازالوا عمرهم صغار، مازال كارير قدام، يشاركوا فيهم في ناس على باب التقاعد؟ مش لوجي. يعني حسب لك مانيش اليوم ما يحبوش يصلحوا الديوانة ولا؟ والله شنو نقول لك أنا اليوم الديوانية معناها الحمد لله قاعدين يخدموا، اما يشوفوا معناها ما فماش سلاح، ما فما حد شيء. احنا نتذكر مره فاتت كي تكلمنا على هنا على مركز تاع الجريسه وجبت لك تصاور محروق. صحيح. من وقت الثوره صارش فيه حاجه لحد الان. صحيح. تقول لي انت يحبوا يصلحوا مركز الجريسه، هذاك منبع تاع تهريب يشد التهريب الكل. اللي صار في الكيف الجمعه اللي فاتت ضربوا على اربع كراهم شدهم، وبعد في باجه في ليلتها نهار ثلاث في الليل زوز كراهم منهم تضرب واحد معناها سيق تاع الكهرباء، والكهرباء التوا ما لقاوهمش. يعني ضربوا عليهم ما لقاوهمش كده؟ اي ضربوا عليهم في باجة كنترول روتي معناها يقوموا بالمراقبة في الطريق في الليل، العوان تاع باجة زوز كراهب جايين في بقعة اسمها الحسينة، حبوا عملوا لهم إشارة متاع قف ما حبش يوقف. عندنا وكل هرس ذاك اللي راترب بنو ذاك يجبدوه، كي شاف الديواني باش يجبد راترب بنو هرب على الباكوتي، كي شاف الديواني باش يدخل في الديوانية الديواني ضرب الكرتوش ضربه، جاء ضربه في ساقه هز الكهرباء، باقي يجري هز الكهرباء ومشاو. الدورية هذيك كلمة دورية أخرى في نتاع الديوانة في باجة، مشاو عرضوا لهم في مدخل نتاع باجة وين الحومة نتاعهم، أخي هجموا عليهم العباد وأنا المواطنين وكذا، جات الشرطة جاء الحرس وجاء معناها الواحد تكفلوا بالموضوع. السيد قاعد يعالج في المستشفى اللي ضربوه المواطن بالكرتوش، لكن الكراب زعما يعالجوا معاه في الكراب ما لقاوش لتو شو عم يعملوا. ما حلوش حلو الدوسي والامن والقضاء وينبع عدليه وبحث وسين وجيم والله ايش نقول لك؟ نحكي لك انا خاصه جماعه في تونس ايش في الصومال، خاصه ايش نقول لك؟ خاصه القضاء نعرفوه والحمد لله، اما لكن القضاء اليوم تشد مهرب بختير وهجم على جماعه في الكهف بالسيف وغدوه الحيطه قام سايب، ايش مازال تقول فيه؟ سمحت ثم رقم مفزع جدا لقيته نهارين في دراسات عملتوهم انتم كنقابه، يعني ليبيا بركه ثم 61 الف مهرب دوغرو عن طريق ليبيا. اي موجود. يعني 61 الف كي تقول كل واحد يتعامل مع الشركات 610 الف شركه مش حاجه. أي. مش حاجه زي. يعني تنجمش تعطينا مزيد من الارقام على خاطر على ما يبدو ولا يضربوا بالكرتوش لانه يدافعوا على خبزه كبيره. سحسن سي سفيان نجي نقول لك، تقول لي انت دافعوا راهو فلوس هذه جايه بارده، فلوسك طاير فلوس طاير كبيره ياسر. احنا شوف انت نعمل الاحصائيات حاجه اخرى، قداش كانوا عندنا من رجال الاعمال قبل الثوره وشوف بعد الثوره قداش ولت عندنا برشا اكثر. ايه. برشا اكثر مناش جاوا من التهريب راهو، وتقول لي انت التهريب والدوله تحب تحارب الارهاب، حاربوا بدء مقاوبوا بالتهريب ساعه نقصوا في التهريب، تقول لي انت الدوله احنا المجلس الاعلى هذا نتاع الامن اللي حملته الدوله ما شاركوش فيه الديوان، سمعني معقول هذا؟ كابافان الكلمه ليك.